الحلم أصبح حقيقة. تفاصيل إطلاق مصر أكبر نهر صناعي في العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. معكم مصطفى بشير. قال الإعلامي أحمد موسى أنه يجب على كل مصري اليوم الفخر بأضخم مشروعين في الدلتا الجديدة، وهما أكبر نهر صناعي في العالم، يمتد من 150 إلى 170 كيلومتر في قلب الصحراء الغربية لزراعة الدلتا الجديدة، والقناة المائية لري مشروع مستقبل مصر الزراعي. وأضاف خلال برنامجه على مسؤوليتي على قناة صدى البلد مساء الأحد أن الرمال تتحول اليوم إلى مساحات خضراء، وأصبحت مصر تمتلك أكبر نهر صناعي في العالم يوفر 7.5 مليون متر مكعب من المياه في اليوم، لافتا إلى أن الرئيس السيسي قرر اقتحام الصحراء وتحويلها إلى الأرض الزراعية.